شخص اشترى مزرعة بقرض الربوي. نعم. ما اشترى مزرعة بقرض الربوي، ما حكم أن يسكن أخوه معه في هذه المزرعة، وهل يأثم أخوه إذا سكن معه؟ إن كان تاب إلى الله من الربا، تاب إلى الله من الربا ولا يعود له، يسكن معه. أما إذا كان مصر على الربا لا يجوز له أنه يسكن معه.